قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أعلم على وجه الأرض بلدة تدفع فيها الحسنة بـ100 إلا مكة، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن صلى فيها ركعة 100 ركعة غير مكة، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يتصدق فيها بدرهم فيكتب له 1000 درهم إلا مكة، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة هي مأوى الأبرار ومصلى الأخيار غير مكة، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ما مس منها شيء إلا وفيه تكفير للخطايا إلا مكة، ولا أعلم بلدة يحشر منها الأنبياء غير مكة، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ينزل فيها كل يوم من روح الجنة ما ينزل بمكة. وقال: لئن أذنب 70 ذنبا بركبة أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. وركبة منزل بين مكة والطائف. قال ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم قبل العمل إلا مكة. وتلا قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.